نروح مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزة مريم سميحة اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية سواء في الصحف أو المواقع المحلية والعالمية. والحقيقة منهم خبرين يعني اللي يخصونا من ضمن قائمة الأخبار، خبر عن مؤمن زكريا وخبر ليه علاقة بمحمد صلاح، فنعرف بقى التفاصيل من مريم. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. جولة صحفية جديدة يعني لأبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريدة الشروق. البداية من بوابة أخبار اليوم، مؤمن زكريا ضيف شرف كأس الإمارات ويسلم الكأس للبطل. أكد طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية أن نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا سوف يسلم كأس يعني الإمارات للبطل، وكمان أعلنت رابطة المحترفين أنه سيكون ضيف شرف للرابطة في نهائي كأس الخليج العربي وكمان هو كأس الخمسين، وتجمع المباراة النهائية لكأس المحترفين الإماراتية بين النصر وشباب الأهلي. كمان مع العلم أن الفريقين يعني اتقابلوا في المباراة النهائية للنسخة الأخيرة موسم 2019-2020، وتوج النصر باللقب بعد فوزه 2-1 على شباب الأهلي. وقال الشبيبي أن الخطوة دي مش جديدة طبعا يعني على الاتحادين، وده مش أول تعاون خاصة بعد استضافة مصر للسوبر الإماراتي وكمان استضافة الإمارات للسوبر المصري. كمان قال أنه أعرب كمان عضو مجلس إدارة شبيبي أنه رابطة المحترفين يعني أعلنت عن أمنيتها أنه يظل هذا التعاون مستمر خلال الفترة المقبلة ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الإماراتي. من موقع الشروق، صلاح يسجل وليفربول يخسر، ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال. يعني طبعا وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدما نحو التأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ليفربول بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة. ويلتقي الفريقين كمان يوم 14 إبريل الجاري في مباراة الإياب. يكتفي ريال في المباراة المقبلة انه هو يعني يتعادل او يفوز باي نتيجة او يخسر بفارق هدف واحد، اما ليفربول فطبعا بيحتاج للفوز بهدفين نظيفين للتأهل للمرحلة التالية او الدور التالي. كمان يلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام اليوم ما بين تشيلسي وبورتو. ويعني عايزين نقول ان بدأ ريال مدريد بضغط هجومي جدا خلال المباراة مكثف، وده اللي تسبب فيه يعني احرازه لهدفين في الشوط الاول. كمان حاول ليفربول ان هو بعد الهدفين ان هو يفرض سيطرته بشكل كبير، بس لم يشكل اي خطوره على مرمى ريال مدريد، واللي توسط محاولاته الهجوميه كمان على مدار المباراه. وفي الشوط الثاني كثف فريق ليفربول المحاولات الهجوميه الخاصه بيه وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقه 51، وفي الدقيقه 65 يعني شهدت المباراه الجول الثالث لفريق ريال مدريد. من جريدة الشرق الأوسط، برشلونة يضغط على أتلتيكو في الصدارة وكومن يثق بالفوز في المباريات المقبلة. أصبح برشلونة على بعد يعني نقطة واحدة فقط من أتلتيكو مدريد المتصدر بعدما فاز على بلد الوليد يعني 1-0 في ختام المرحلة 29 من الدوري الإسباني. شايفين يعني دي أو الشرق الأوسط شايف أن دي أفضل طريقة يتحضر بيها يعني طبعا الفريق كالتالي لموقعة الكلاسيكو اللي هتقام يوم السبت المقبل ما بين يعني بينه وبين غريمه ريال مدريد لحامل اللقب. اكد كمان الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونه ان فريقه يملك الامكانيات كلها للفوز في المباريات المتبقيه وهم 9 مباريات. كمان قال ان هو سيظل يقاتل بكل قوه من اجل حصد اللقب. وعن عدم ظهور برشلونه طبعا يعني بالمستوى المتوقع من قبل الجمهور امام بلد الوليد، اكد كومان انه يعني هم ما كانوش في حاله جاهزيه تامه، يمكن ده للتوقف الدولي عموما اللي موجود. لكن اذا عدنا الى ما كنا عليه وده اللي قاله كومان يعني هيكونوا بوسعهم الفوز بكل المباريات المقبله. والمباراه يعني بتاعت بلد الوليد هو شايف انه هي بتمثل درس كبير جدا بالنسبه للفريق ان هم يكونوا حاسمين ولا يتسببوا في اهدار الفرص المبكره اللي كانت موجوده في المباراه. هو قال كمان ان هم لم يبداوا بشكل رائع في المباراة
المباراة، ولكن يعني تحسن مستواهم في الشوط الثاني، وكان قال كمان ان هي كانت مباراة صعبة جدا ولكن يعني حصل فيها فوز مستحق، وان هو كان كمان يعني واثق في هذا الفوز. من جريدة الراي الكويتية، تشيلسي يخشى مفاجآت بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تأكيد تفوق أم رد اعتبار. يعني فعلا جريدة الراي الكويتية عملت تقرير عن المباراة، وكمان قالت أنه بعد أقل من 8 أشهر على المواجهة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الماضي، يصطدم بايرن ميونخ كمان مع الألماني حامل اللقب مجددا مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في ذهاب الدور الربع النهائي للمسابقة القارية العريقة، حيث يسعى الأول لتأكيد تفوقه فيما يأمل الثاني في رد الاعتبار. كمان يخوض بايرن المباراة في غياب هدافه طبعا ليفاندوفسكي اللي عانى إصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وبيغيب كمان سيرج جنابري بسبب إصابته بفيروس كورونا حسبما طبعا أعلن في المؤتمر الصحفي. وفي ظل غياب ليفاندوفسكي وكمان جنابري، فإن فليكس هيعتمد على الأرجح على التشكيلة يعني هي اللي خاضها في مباراة القمة ضد لايبزيغ. قبل ختام جولتنا الصحفية طبعا زي ما عودنا مشاهدين عايزين نفكرهم بأبرز مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري، الجونة وطلائع الجيش في تمام الساعة 3 عصرا، كمان وادي دجلة والبنك الأهلي في تمام الساعة 7 مساء، والإسماعيلي والمصري في تمام الساعة 9 مساء. أما بالنسبة لمباريات شامبيونز ليج، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 9 مساء، كمان بورتو وتشيلسي في تمام الساعة 9 مساء، وأخيرا يعني في الدوري الإسباني ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة 9 مساء. دي كانت جولة لأبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريدة الشروق. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سبيح، وصباح الفل عليكي.